طب انا معلش هقاطع حضرتك، وبما انك زميل صحفي فهنستنى شويه، لان معايا اتصال هاتفي من الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس الشعب، واعتقد ان انت الوحيد اللي اقدر ادي لك اللقب ده. انت واحد من اربعه. يا سياده النايب مساء الخير. مساء الفل. اهلا بيك، اتفضل يا فندم. بص يا انا سمعت الاخ الدكتور عمرو الشوكي وهو بيتكلم بيقول ان احنا تجاوزنا حد الانفاق. حد الانفاق. ايوه. وانا الناس عارفيني وعارفه منطقتي، وانا باقسم بالله العظيم قدامك وقدام المشاهدين، كل اللي صرفته بالورقه والقلم والمليم 420 الف بس. خدي بالك ده كتير كمان والله يا عبد الرحيم. اقسم بالله، اقسم بالله انا ما كان ليا مندوبين في اللجان، واعتبرت حتى قلت لرئيس اللجنه العليا تقدر تطلبي على التليفون قولي له عبد الرحيم كان ليه مندوبين في ال 178 لجنه ولا لا. بس كان في افط كتيره قوي يا استاذ عبد الرحيم، في افط كتيره وكبيره. اقسم بالله، اقسم بالله تاني. طب كنت بتاخد ديسكاونت يعني ولا كان على اخبار اليوم؟ وعندك العقد عندهم يطلعوه، يا ريدة الجمهوريه عندك العقد عندهم يطلعوه، واليفط كلها مجاملات من الناس، ويفط عاديه جدا في اليافطه ب 500 جنيه. يعني لو عملت لك مثلا 1000 يافطه ب 500 جنيه وده كلام اللي انت بتقوليه ده، طب بلاش كده، اتحداك تلاقي لي يافطه في اي حي غير حي الدق والعجوز. مش انا مش عارف قلت لك ولا قلت لمين، كل يفط اللي كانت متعلقه في حي الدق، في حي ارض اللواء 100 عقبه فين كلها اتقطعت بالكامل. اقسم بالله ما كان في يافطه واحده. ونشرنا ده في حينه. طيب فانت بتقول وانا بحترم ان انت صممت. انا نصيحتي للناس، بص يا استاذ، اتفضل يا استاذ عبد الرحيم. بصي احنا واجهنا الناس، بص يا استاذ انت كنت موجوده وسمعت الخطاب بتاعنا السياسي. هل في واحد يطلع مجنون يقول اذا وجدتم السلفيون امام صناديق الانتخابات فلا تصوتوا له؟ انا ضد المهندس نجيب ساويرس وحزب المصير الحقيقي، علني كده هوا رايد قبل الانتخابات بكتير. انا ضد الاخوان المسلمين فلا تصوتوا له. طب ما هو بس انا ضد الحزب الوطني فلا تصوتوا له. طيب بس عمرو الشبكي مش المصريين الاحرار يا يعني يا فندم. لا لو انا عايز النيابه دي ولا عايز انتخابات ولا عايز المنصب ده اقول كده ليه اصلا؟ يعني تقصد انه مش مش بالدعايه الناس اختارتك انت، والحقيقه ان انت خدت اعلى الاصوات. واقول لهم ان في اربع مشروعات، مشروع ما قبل 25 ومشروع 25 ويمثله الشبكي، ومشروع ما قبل 25 يسلموا يمثلوا سيد جوهر، ومشروع الاخوان ويمثلوا طارق مالطو، ومشروع 30 يونيو ويمثلوا عبد الرحيم علي. وقلت اللي عايز مشروع 30 يونيو يدفع الدين. انا قلت ان انا ضد المشروعات دي. مين كان خطاب واضح زي السيف بهذا الشكل؟ انا اظن ان هذا الخطاب الواضح يمكن هو اللي خلى يعني الناس يا استاذه لميس بتحب الوضوح جدا. صحيح. تحب تشوفك راجل ذكر وواضح. اللي عاجبه الكلام ده راح تاني، واللي مش عاجبه ما ادانيش. لكن انت النهارده روح دور على خطابك السياسي، روح دافع عن موقفك السياسي، دافع عن موقفك من كتابه الدستور، دافع عن موقفك من ال 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 من موقفك من نخبه يناير، دافع عن موقفك في نيويورك لما وصفت ما حدث في مصر بانه انقلاب عسكري. لا روح دافع عنه، ما تتكلمش عن عبد الرحيم. عبد الرحيم علي خلاص خلص الموضوع، بقى نايب ما اتقفل، لا نايب عام هيدفع ولا غيره. انت دافع عن نفسك، المصريون لطزوك، روح دافع عن نفسك قدام. عموما المعركه ما بقتش معاك بقى، انت دلوقتي انت خلاص يعني واحد من اربعه. احنا دلوقتي هنقعد نقول وسط عبد الرحيم احرزوا المقعد خلاص، بره الموضوع. يلا طلع الكارنيه بقى عشان عندنا قضايا مهمه جدا. انا بقول لحضرتك هو يفهم الاخ عم شوك ان انا بره الموضوع وخالص. انت بره الموضوع فعلا. انا بشكرك. عموما كان لازم اسمع مكالمه الدكتور الاستاذ عبد الرحيم علي، النائب واحد من اربع نواب فقط حصلوا على واحرزوا هذه المقاعد، ومقعد الدق الثاني المنافسه شرسه جدا بين الاستاذ احمد مرتضى والدكتور عمرو الشبكي.